على راسي عجيب عجيب الزاطيه اجوا على الطاحونه وبدهم ياخذوا اخوك عمر على اخر العسكر. شلون؟ ايه والله عجيب، بس عمر هرب منهم وهلا هن مطوقين الطاحونه وبدهم اياه. شلون بدهم اياه؟ ما قال لهم انه دافع بدل؟ قلنا لهم هالحكي وارجيناهم السيئه كمان. ايه شو ايه؟ ايه ما فهمت عليه ولا كلمه، نازلين بربره بالتركي، لك حتى كانوا بدهم ياخذوني الي كمان. لك ايه ما فشل. ايه ما اخذ روحهم ولا ما ياخذوا حدا منكم. روق عجيب، روق، شغله مو مستاهله. شلون ما لها مستاهله يا عمي يا زهدي؟ الجماعه رح يطلع بظهرك بقلك، بالكثير 10 ايام بينقلعوا ونرتاح منهم. شو هالحكي هذا ابو زهدي؟ مثل ما عم بقول لك، جيش الشريف صار بدرعا، والجيش الرأسمالي فرد مثل المسبحة. إذا بتروح صوب الكسوة بتشوف جيش الرأسمالي فواج فواج هربانين من جيش الشريف. يا سيدي الله يسمع منك، تعرف إيش كان هالحكي صحيح؟ إلك مني حلوان ما صار. طمن عقيد، طمن. الحكي صحيح ومؤكد كمان. والله ماني عارف. انت بكفي شوف بعينك، هاي زمن وصلت لي. اي والله هلا هدول اللي هربانين من الحار. اي نعم، ومثلهم متاعين. هلا بنسالهم شو صاير بالجبهه. لك شوفي يا عمي، يا بتضبطيه لحدي وبدهم ياخذوني على اخذ عسكر. لك ما فجروا ياخذوك. لك يا عمي انت وحيد، ليش لا ياخذوك؟ يا عمي في كثير شباب وحيدين لاهلهم واخذوهم. فوت خبا شو فوت. يلا كله يمشي معنا. لوي كله لازم على الجهاد، كله في اخذ عسكر على الجهاد. معلوم كله على الجهاد. ونحن كمان تمام كله. شو عليه عمي شو عليه؟ شرف معنا على هو، في شباب كتير، شوف مين بدك على الجهاد خده. تفضل سيدنا تفضل. شوكو زال تشكرات ابدا. جرب يا طبعا يا ابي وين اخذها؟ لا يا ابي خليها معي، انت مالك. لك يا ابني ابو زهدي خلاص اتركها معه، زهدي رجال ما بينخاف عليه. يصير مني عقلي ما عزم لنا شي واحد معه بارود وجع بعقيد العين. خد عني زهدي. شرف خلينا نشربك كاسه شاي، شنو زميلك جوا بده اياك. تشكرات. لا شكر على واجب. شرف شرف يا اهلا وسهلا. شرف نورك يا اهلا وسهلا. ابو شومان ها انت على هداك شمال معيونك. الله يحميكم. شو رأوا صار؟ كانوا منعلم الحارة. ما هو جيش الشريف وصل عشان. هو بياسي بين تهديد. أرى أبو الأندار يا زهدي نور عقي انتي خبي سلاح البيت. يلا بشو مار شرف. قول يا رب. يلا علي الجير يا أبو ضايان. اي والله اي والله لك الله محيي البطن اللي حملوه. الله يعطيهم الف عافيه. روح يا ابو شمول. تفضل عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام.
موضوع القاتل. موضوع عبيد خير واختار علينا مع الزابطية وصاروا واصلين. لا ليش علقتوا؟ بدهم ياخذونا على اخذ عسكر. لك حتى زهدي ابن ابو زهدي ما نفد منه. لك زهدي؟ اي نعم، عم ياخذوا اول باول وما عم يتركوا حدا. بقى شو بتشور علينا مختار؟ لازم تطلعوا من الحارة، ما بدي اقعد بنوب بنوب هون. انا رايي نطلع انا ورجال على ضيعة ابو عطا قبل ما هالاندال يجيبوا قوة ويرجعوا لهون. لا لا، روحوا لعنا على المزرعة لعند ابو النوري. لا مختار لا، بيروحوا لعندي على الضيعة، يعني من بعد اذنك. والقبضاي قرب صوبه. كفو والله كفو. وهيكو اذا شفتوا ان الحديدة حامية بوشكن لعند عشيرة الشيخ وضاح. الله يسامحك يا مختار. اي والله بنفديهم برواحنا. أدى يا ابو محمد أدى، بس هذا جيش دولة مو لعبة. اي باذن الله ما بنسأل عنه. انا عن اذنكم بدي روح جيب الفرس وبرجع. بس كامل بدك تروح معهم، خذ فرس وضاح مشان ما تروح على البيت وترجع. اي قولوا آية الكرسي والمعوذات وتكلوا على الله. عمي ابو وضاح انا رايح معهم. لا عمي انت لا تروح معهم وتشغل بلا اهلك. لا لا معلش يا مختار معلش، خليه يروح احسن ما يشوفوه ياخذوه. ياخذوه؟ اي ما بخليهم كرمال عيون وضاح. خليني اروح معهم. لك ابو ضاي مثل ابوك. تعال لك تعال. سيك يا بي سيك. هاي الطبنجة، هاي الطبنجة تبعي، بحياتي ما سلمت لحدا. خليها معك، اتكل على الله. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم. الله معكم يا شباب. سلاماتك يا شباب. الله يرجع. ما صبايا. ليش يا سيدي؟ انا قالوا لي انك بدك يعني قمت اجيت وصار اللي صار. صار اللي صار؟ هدول رجال عصابات، لازم خوازيق، لازم مشانق. انت في معلومات عن هدول رجال عصابات؟ والله يا سيدي ما بعرفون، زباين مثلهم مثل غيره. ضابط فاشل، لازم سجن. غبي، غدرونا غدرا سيدي. غدر؟ بياخذوا منك البارودة والطبنجة وبتقول لي غدر؟ أحمق. مين أنت؟ قرب لهون. طلع يديك لفوق. هذا رجل كان مع مشاغبين؟ لا سيدي، هذا رجل فكى وسكننا وساعدنا. شو في معلومات عنه باشاويش؟ هذا الرجال ادم ابن حلال سيدي. اسكت انت، انا بسال باشاويش. تمام تمام افندم، برنجي صباي بيقول حقيقه. هذا فرد تشيكوزال افندم، تشيكوزال. نزل ايدك، اذا بيعرف انت شيء عن هدول المشاغبين لازم بيخبرنا فورا. حاضر سيدي. يا سيدي قال بدي ياخذوا العقيد ابو فهد مع باقي شباب الحاره على اخذ عسكر. الا هيك تخنوا كثير. لك يا سيدي اسمعني، متضايق كثير، بده شباب شنو ما كان عم ياخذ اول باول. لك اليوم اجوا على سوق الحمديه سكروها من اربع تركانه وصاروا يقششوا للشباب. والله ما ستر الله وخبيت لطفي بين القمايش كانوا اخذوه. اعوذ بالله. لكن وين رشدي؟ رشدي راح هو والعقيد وشباب الحاره على ضيعه ابو محمد. شو هالحكي؟ ايه أنا يعني حاولت إنه أمنعه بس ما قدرت، بس بيني وبينه كان لي دلتين خاطر إنه يروح معه. يا سيدي نعم ما عمل، لو كان بقي بالحارة كانوا أخذوا. لوين بدهم ياخذوه؟ ابني لساته صغير؟ ليك؟ شو صغير ما صغير؟ رشدي رجال، رجال أبا الرجال، الله يسلم لك يا الله يسلمك ويرد لك وضاح بالخير والسلام إن شاء الله. آمين يا رب. يا رب يا كريم. بس ما يكونوا اخذوها البتاع. لا عقيد ما بيكونوا اخذوها.
عمر هرب وبكون راح ناحي الحارة. يعني معناته أنا رح أرجع على الحارة ودور عليه، أنتوا كبوا طريقكم. لا محمد لا، عمر رجال ما بينخاف عليه، بدبر حاله. يلا. وين كنت متخبي لهلا؟ عم قال لك وين كنت متخبي؟ سيدي هذا أخرس. أكيد ليك شو اسمك؟ وين رايح؟ بدي واقف بالدور مع الشباب. رجع هيك مو ناقصنا أرانب.